واحد بيقول نرجو من قداستكم التوضيح بخصوص صيام الأربعاء والجمعة، حيث أن بعض الكهنة يسمحون بأكل السمك فيهما على أساس أنه لم يقرر المجمع المقدس غير ذلك حتى الآن. الكاهن اللي بيقول لك كده يبقى كاهن غلطان ويبقى كاهن مدان أمام الله وأمام الكنيسة، ويبقى كاهن بيشرح فكره الخاص وليس فكر الكنيسة. وقول له ان انا بقول عليه كده، ويريت يتوب ويرجع عن هذا الخطأ. اما حكاية الاكل والسمك والجمعة كل ده مقرره المجمع المقدس، بس هو مش دريان. مفروض يكون الكاهن صالح للتعليم، مفروض يكون الكاهن صالح للتعليم ولا يعلم تعليما خاطئا. ثم من جهة السمك، احنا مش كنيسة تؤمن بالصوم النباتي؟ الصوم النباتي وهو السمك نبات، يعني بيزرعوه في الجنينة بتاعة الكاهن ده او غيره. ما السمك حيوان، وما دام احنا صيامنا نباتي اذا ما يصحش ناكل فيه سمك ابدا. ولكن لكثرة الصيام ما عند الكنيسة فخففت قليلا ان الصيامات اللي من الدرجة الثانية يسمح فيها باكل السمك كنوع من البروتين الحيواني. اما صيام الاربعاء والجمعة فهو من الصيامات التي من الدرجة الاولى وتعتبر من الصيامات السيدية، هي والاربعين المقدسة بالاكثر، لدرجة انه توجد حرمات في الكنيسة من ايام الاباء الاول عن الذي يفطر في يومي الاربعاء والجمعة او الاربعين المقدسة. حرمات، لم تصدر حرمات على باقي الصيامات. فمش صح ان كاهن يعلم باكل السمك. خلي ارشاده ليك يكون ارشاد روحي مش ارشاد في الاطعمة الجسدانية.